دخلت تداعيات الهجوم الإيراني على إسرائيل ومنذ اللحظة الأولى أروقة السياسة الداخلية الأمريكية وتحديداً أجواء الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، إذ يحاول كل من الرئيس الحالي جو بايدن وغريمه دونالد ترامب استغلال الضربة وتحويلها إلى مكسب انتخابي. تقارير أمريكية اعتبرت أن المواجهة المباشرة بين طهران وتل أبيب في الشرق الأوسط تسببت في أزمة جديدة لبايدن، على الرغم من جهوده لوقف توسع الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، كما أعطت فرصة جديدة لترامب للهجوم عليه ووصفه كزعيم ضعيف. Unbelievable, and it would not have happened if we were in office. You know that. They know that. Everybody knows that. عضو المجلس الاستشاري للرئيس السابق ترامب وأستاذ القانون الدولي الأمريكي جابرييل سوما قال إن السياسة الخارجية للولايات المتحدة تهم الناخب الأمريكي بنحو 8% فقط، في مقابل 92% ينصب جل اهتمامهم بالقضايا الداخلية، وبالتالي هو لا يهتم كثيراً بما يحدث في الشرق الأوسط. الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشؤون الأمريكية هبة القدسي اتفقت مع سوما في أن ترامب لا يزال المستفيد من الموقف الراهن، خاصة بعد تبدل آراء تيار كبير من الناخبين الداعمين لإسرائيل والأصوات اليهودية الأمريكية واتهامهم بايدن بأنه لم يكن قوياً في دعم تل أبيب بما يكفي. بدوره يقول الأكاديمي وكبير الباحثين بمركز واشنطن للسلام والتنمية إدموند غريب إنه سيكون لما يجري في غزة والتصعيد بين إسرائيل وإيران والطريقة التي تتعامل بها إدارة بايدن مع ذلك تأثير ملحوظ على نتائج الانتخابات المقبلة.